مرحبا بكم بهذا الفيديو الجديد. راح اتكلم اليوم على هاي العملة اسمها ليتل رابت، عملة جديدة ما صار لها تقريبا يوم او اقل من يوم. المميز بهاي العملة انه الفوليوم مالها جدا عالي. لو ملاحظين عمليات الشراء للعملة، شوفوا كلهم دي يشترون، يعني عملية الشراء اكثر من عملية البيع. خلال 12 ساعة العملة صار سعرها تقريبا صعد تقريبا 172% صعد. سعر العملة حاليا تقريبا 18.0044. البارحة كان 31، بس ما لحقت انزل فيديو لان الكمبيوتر كان خربان، فما لحقت انزل الفيديو لكم بالوقت يعني اون تايم. عشان نشتري العملة هاي نحتاج راح نشتريها على البانكيك يوني سواب، على البانكيك سواب، مو على اليوني سواب. راح نستخدم بانكيك سواب. زين، عشان نستخدم هاي البانكيك سواب نحتاج اول شيء ننزل تراست والت. من ننزل تراست والت نحتاج البي ام بي اللي هو سمارت تشين بي ام بي، عشان نحول من سمارت تشين بي ام بي الى ليتل رابت. In order to have a smart chain BNB، عشان يكون عندنا smart chain BNB لازم يكون عندنا BNB اللي هي الصفرة اللي هي هاي، شايفيها؟ لازم نشتري العملة هاي BNB الصفرة، نحولها على smart chain. من نحولها على smart chain نحول هاي smart chain على little rabbit. فالخطوة الأولى إنه نشتري BNB. عشان نشتري هاي العملة الخطوة الأولى نضغط على buy. زين، ونشتري خلينا نقول $1000، نشتري $1000 ونكتب next ونكمل عملية الشراء. الطريقة الثانية انك ان اذا تريد تشتري بي ام بي، اكو طريقة ثانية اسهل من الطريقة هاي، لان هاي الطريقة ياخذون من عندكم عمولة تقريبا 15 to 20%. الطريقة الاخرى اللي هي يكون عندك الكريبتو.com اب. هذا الاب من تنزله تقدر تشتري البي ام بي اللي هو الباينانس كوين البي ام بي. زين، تقدر تشتري من هنا خلينا نقول 2 بي ام بيز. زين، تشتري عن طريق الكريدت كارد، وتقريبا راح يخصمون من عندك يمكن 40، يعني على كل 1000 يمكن يخصمون فوق $40. بس تشتري البي ام بي من هاي المحفظة نحولها على محفظة التراست والت. عشان تحولها تروح على ترانسفير، تروح على ويدرو، تروح على كريبتو، تروح على اكسترنال والت، وتروح على علامة الزائد، وتروح على والت ادرس، تختار باينانس كوين بي ام بي اللي هي رابع وحدة. ترجع على تراست والت وتروح على بي ام بي لونها اصفر وتسوي ريسيف وتضغط على كوبي. ترجع على crypto.com وتسوي بيست للادرس وتضغط على نو ميمو ريكوايرد وتكتب اسم المحفظة اللي هي تراست والت واسمك مثلا وتسوي كونتينيو. راح يبعثوا لك ايميل عشان تسوي كونفرميشن. من تسوي confirmation المحفظة راح تنزل عندك بالكريبتو. فنرجع من جديد، نرجع من أول. زين، فلنفرض أن أنت اشتريت 2 باينانس اللي هي البي ام بي، تروح على ترانسفير، تروح على ويدرو، تروح على كريبتو، تروح على external wallet، تختار الوالت مالتك مكتوب withdraw bnb، تضغط على withdraw bnb وتكتب المبلغ اللي انت تريد تحوله اللي هو خلينا نقول $1000. من تكتب المبلغ اللي تريده وتسوي withdraw، المبلغ راح يروح وين؟ راح يروح عندك بالtrust wallet under bnb اللي لونها اصفر. من تستلمها
من تستلم البي ام بي هنا تروح على مور لا سوري ترجع تروح على سمارت تشين بي ام بي لونها اسود تضغط على مور وتسوي تريد بي ام بي وتحول من البي ام بي الصفراء اللي انت اللي احنا قبل شويه اشتريناها اللي احنا خلينا نقول كان عندنا 2 بي ام بي تحولها من الصفراء الى السوداء وتضغط على كلمه سواب فيحول لك اياها ويكون عندك رصيد بي ام بي لونها اسود. من تستلم المبلغ كامل تحت السمارت تشين بي ام بي الخطوه اللي بعدها تروح على البراوزر اللي هي تحت كلمه popular تضغط على بانكيك سواب. من تضغط على بانكيك سواب راح ياخذك على هذا الموقع فتكتب المبلغ اللي انت تريد تحوله. خلينا نقول احنا اشترينا 2 بي ام بي ما تكتب 2 بي تكتب 1.7 عشان هم راح ياخذون كوميشن والكوميشن راح ياخذون من البي ام بي لازم يكون عندك جزء صغير من البي ام بي. تروح ترجع على سفاري وتروح على هذا الموقع اللي هو اسمه كوين ماركت كاب وتكتب اسم العملة بالسيرش اللي هي ليتل رابت يطلع لك هذا الموقع. راح اخلي لكم انا الموقع طبعا بالتحت بالتعليقات. تحت كلمة contracts تسوي copy للcontract بالضغط على هذول المربعين. من تسوي copy ترجع على trust wallet وبالخانة هاي مال select currency تضغط عليها. طبعا هي ما راح تكون تحت انت عندك لازم نضيفها فتسوي paste الادرس اللي قبل شوية سوينا لك copy من coin market cap تضغط على add وبعدين تختار العملة فتحول العملة من PNB إلى Little Rabbit. وطبعا ضروري انكم تخلون السليبج تولرانس تخلوه 25 او اقل او اكثر يعني انتم جربوا 10 لو ما صارت خلوها 15 or 12 كل شوية زايدوا بالمبلغ لغاية ما تصير العملية processed. من تخلصون عملية التحويل وتخلصوها ها راح نرجع على الوالت مالتنا وراح تلاقون اللي هي العملة تحت صورة الأرنب وعدد العملات اللي انتم مشتريه حيكون تحت الأرنب. طبعا ما راح تقدرون تعرفون السعر اللي انتم عندكم اياه لان الكوين جديدة والسعر لسه ما نازل. يعني لو انتم تلاحظون مثلا عندكم هنا مثلا البي ام بي مكتوب 0.0277 بي ام بي وتحت مكتوب 10 دولار اللي هو السعر. بال الليتل رابت ما مكتوب السعر مكتوب عدد العملات فقط. ف اللي يريد يعرف ايش قد صار عنده مثلا يروح على الويب سايت اللي هو هذا الويب سايت poocoin.app ويروح على هاي العملة ها راح اخلي لكم انا همين الرابط تحت ويسوي مونيتورينج للكوين هو يشوف السعر اللي اشتراها. خلينا نقول ان احنا اشتريناها على 43 طبعا 18043 اذا زاد الرقم يعني انت المبلغ عندك زاد واذا نقص المبلغ عندك نقص. والطريقة الثانية اذا تريد تعرف التوتال ايش قد عندك ها تروح على بانكيك سواب تختار فوق اللي هي الليتل رابت وتحت تكتب USD coin اللي تختار هذا USD coin هذا هو بمثابة الدولار يعني سعره دولار. فتضغط على ماكس وتحت يبين عندك انت كم عندك التوتال اماونت وتقدر يعني you check every time كل ما زاد السعر تشيك انت كم صار عندك. ومن تريد تبيع طبعا تخلي تروح على هذا المكان ومثلا من تريد تبيع خلينا نقول تريد تبيع تريد ترجع على البي ام بي تريد ترجع على اني كوين انا افضل طبعا دائما ان نرجع على اليو اس دي على اليو اس دي كوين
أنا أفضل إنه إحنا دائما نخليه على اليو اس دي كوين، لأن هي بمثابة الدولار. من أنت رجعت على اليو اس دي كوين تقدر تحوله همين، تقدر تحول اليو اس دي كوين على الكريبتو، تقدر تحوله على الكريبتو وتبيعه، ها، وتسوي سيل وتسوي من هنا ويدرو للبنك مالك. وين هذا؟ شوي تروح على سي اول، تكتب يو اس دي كوين، راح يطلع لك هنا. هو هذا يو اس دي كوين، شوف سعره دولار واحد بمثابة الدولار. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي اياه تحت بالكومنتس، وراح ارجع لكم ان شاء الله باسرع وقت.